بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معه في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، تأليف الشيخ محمد بن علان الصديقي الشافعي الأشعري المكي، ووضع بأعلى الصحائف كتاب رياض الصالحين للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما وتلامذتهما في الدارين، آمين. باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. وفي كل ذلك إيه الوهابية لهم إيه اختلافات فيه، فهمت إزاي؟ فالحمد لله الذي عافانا من هذه العفانة. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يبقى شوف سيدنا موسى قطع مشاوير قد إيه وسافر سفر قد إيه عشان يتعلم ممن هو دونه. سيدنا الخضر أقل منه مرتبة، ده نبي وده رسول أولي عزم. سيدنا موسى رسول أولي عزم مكلم، وسيدنا الخضر نبي والرسول إيه المكلم أعلى درجة، وبالرغم من ذلك لم يأنف إنه هو بالرغم إنه هو أعلى منه درجة ورب أن يتعلم ممن هو دونه رغبة في طلب العلم، ثم بعد ذلك سعى وسافر من أجل طلب العلم. فهمت ازاي؟ فده ايه يعني ايات عظيمه تدلك على ان الانسان يطلب العلم ممن هو اعلى منه وممن هو دونه. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وفيه 15 حديثا. الحديث الأول: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. أم أيمن كانت إيه حضنت النبي بعد وفاة أمه، لأنها كانت أصلا خادمة عند أمه. قيل إنها كانت إيه وصيفة وخادمة عند سيدنا عبد الله أبو النبي. بتقول سيدنا سيدنا وتجرس، إنما الوهابية عايزين يخلوا عبد الله في النار، ما أعرفش إيه السبب، يعني زعلانين منه ليه مش عارف، حاجة غريبة. المهم يا سيدي، سيدنا عبد الله أبو عبد المطلب لما تزوج قال له: يا حبيبي خد البنت الحبشية دي تخدمك. فإيه كانت أم أيمن دي عند عبد المطلب أصلا، فقال له: خد البنت الصغيرة دي، بنت نشيطة لهلوبة كده حلوة، تقعد معاك تخدمك كويس. فخدها سيدنا عبد الله وهبها لمين؟ لستنا آمنة اللي هي زوجته، ده لها هدية. ففضلت معاها، اعتقتها، وقيل اعتق عبد الله، وعاشت معهم حرة خادمة من كمال ايه شفقتهم عليه، ما يحبوش يستعبدوا الخلق حتى من ايه من قبل الاسلام. الله
ففضلت ايه عايشه مع ستنا امنه تخدمها حتى ايه وضعت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فايه فلما ماتت ستنا امنه وسيدنا رسول الله عمره 6 سنوات اتبقى مين في البيت يحضن النبي؟ ام ايمن. فكان النبي يقول عليها امي بعد امي، وكان النبي يعاملها معامله الى درجه كبيره من الشفقه، وكانت هي احيانا تعلي صوتها على النبي لان شايفاه ابنها، واخد بالك ازاي؟ والنبي كان ايه ينظر لها ويضحك. عارف انت العجبه مع الحبشيين ساعات يبقى عندهم عصبيه كده، اديك شايف بتوع اثيوبيا عاملين ايه فينا؟ عندهم عصبيه كده بلا داعي، عندهمش حكمه يقول لك ايه ده ضربون، عندهم ضربانه. فايه ستنا ام ايمن احيانا كان ياخدها ايه الضربانه الحبشيه، والنبي قاعد وهي وربها، كان النبي ينظر لها ويبتسم صلى الله عليه وسلم. لكنها ايه يعني عميقه الايمان وعميقه الحب للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر بعد وفاه النبي اشتاقوا للنبي، قالوا والله لما نروح نزور ام ايمن نفتكر ريحه النبي منها، لان النبي كان يروح يزورها كتير. وهو اللي زوجها لزيد ابن ايه؟ ابن حارثه، وانجبت له اسامه. وكان ليها ابن اسمه ايمن من راجل اسمه عبيده قبليه قبل زيد. اشتهرت بايه؟ ام ايمن. عشان العجيب ان النبي كان عنده 2 ام ايمن و2 حبشيات، بركه ام ايمن وام ايمن اللي هي ايه؟ ام اسامه. 2 ام ايمن و2 حبشيات. لان ستنا ام سلمه لما هجرت الحبشه رجعت معاها خادمه من الحبشه اسمها ام ايمن برضه. فلما تزوجها النبي بقى بيت النبي ام ايمن الاولانيه وام ايمن الثانيه. فبقى في 2 ام ايمن. فهمت بقى ازاي؟ يبقى النبي كان عنده 2 ام ايمن، امين ايمن في بيت النبي. ايمن الاولانيه اللي هي ايه؟ قالت اليه من ابيه وامه. وام ايمن الثانيه اللي هي خادمه ستنا ام سلمه زوجته التي تزوجها وقد اخذتها من الحبشه عندما كانت فيه. فهمت؟ فالمهم هنا يبقى لما اشتاقوا للنبي قالوا نزور اللي النبي كان بيزوره، نقوم نفتكر منها كلمتين ايه تهيج شوقنا للحبيب صلى الله عليه وسلم. انطلق بنا الى ام ايمن رضي الله عنها نزورها. يبقى ام ايمن دي اللي بيزوروها مين؟ ام ايمن الاولانيه مش ام ايمن الثانيه. فاحنا في ام ايمن الاولانيه وام ايمن بشرطه. يبقى ام ايمن من غير شرطه وام ايمن بشرطه. فهمت؟ عشان نميز بس بين. فلما انتهيا اليها بكت. يعني اول ما شافتهم برضو افتكرت ايه النبي، لان تملي النبي ماشي مع سيدنا ابو بكر ومع سيدنا عمر رايحين جايين طول النهار مع حوالين النبي وزيراي النبي. فهو اول ما شافت ابو بكر وعمر بكت افتكرت النبي جايين من غيره. فهمت ازاي؟ فهيجوا اشواقها للنبي فبكت. فقال لها ما يبكيكي؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مش ربنا بيقول ولا الآخرة خير لك من الأولى؟ فقالت إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها، رواه مسلم. لأن انقطاع الوحي معناه اختلاف الرأي، واختلاف الرأي معنى الشقاق والنزاع. فلما هيجتهم الحكاية وحسستهم ان هم فعلا هيقعوا في خلاف وشقاق، وده اللي حصل. لكن ايام ما كان الوحي موجود كان النبي ينزع اي احتمالات الخلافات بقى. ده ليه رأي وده ليه رأي، يجي النبي يقول خلاص الكل يجتمع على رأي النبي، الوحي موجود مفيش داعي للخلاف. فاهم؟ فهي لما قالت لهم انقطع الوحي يعني حل الخلاف، هيجي وقت الخلاف. فبكوا بقى شفقة على ما هم فيه من مسؤولية. فهمت؟ نقرا الشرح يا سيدي. يبقى زيارة الصالحين دي سنة من أيام الخلفاء الراشدين. سنة الخلفاء الراشدين المهديين وسنة النبي أيضا، النبي مع أحزار الصالحين حتى بعد وفاتهم. النبي في رحلة الإسراء والمعراج سيدنا جبريل نزله ترانزيت مخصوص نازلة عند قبر سيدنا موسى بن عمران، وقال له هنا قبر موسى بن عمران فصلى ركعتين. يبقى النبي بيشد الرحاله اهو لزياره القبور. يبقى سيدنا جبريل وسيدنا النبي كده وقعوا في الشرك
ولا ايه يا وهابي؟ قول لي بس يا وهابي بس، عايز افهم. يعني لو كان معاهم واحد وهابي كان قال لهم لا ما تنزلوش هنا. الحمد لله ما كانوش لسه اتولدوا. واخد بالك؟ ربنا عافاه، عافى النبي منهم. وبعدين مش كده وبس، وجاء عند بيت لحم حيث ولد سيدنا عيسى ابن مريم، نزل البراق مخصوص وقال له صلي ركعتين هنا ولد عيسى. شفت بقى؟ يبقى زيارة الأماكن المباركة وزيارة المباركين سواء كانوا في حياتهم أو بعد وفاتهم سنة جبرائيلية نبوية مشرفة. يا وهابي، يا ابن بازي، يا ابن تيمية، واخد بالك؟ أقول له اسم واحد واحد، أجيب لك دليل التليفونات وأقول لك أسمائهم. طيب، باب زيارة أهل الخير أي قصدهم تشوقا إليهم. قال في المصباح: زاره يزوره قصده شوقا إليه، فهو زائر وزور وزوار، مثل سافر وسفر وسفار، ونسوة زور أو زور، ونسوة نقول عليهم إيه؟ زور أو زور، زور أو زور، مثل نوح وزائرات. انتهى. كل ده جايبه ايه من القاموس بقى. والمراد من اهل الخير حزب الله المنقطعين اليه اللائذون به الحائزون لشرف العلم والعمل به مع الاخلاص فيه، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، اماتنا الله على محبتهم وحشرنا كذلك في زمرتهم. امين. ومجالستهم اي ليحفظ نفسه ذلك الزمن عن المخالفه لمولاه، فإن ذلك أقل ثمرات مجالستهم، ويراعي في ذلك الأدب ويحفظ نفسه من الخواطر بين يدي أهل الله تعالى. لأن مجالسة الصالحين أقل حاجة، إن فترة مجالستك ليهم عمرك ما تحصل الله وأنت قاعد معاهم. دي يكفيها بس، بلاش هتستفيد منه، بس يكفيك إن هم حبسوك عن المعصية. فهمت إزاي؟ إن لم يدلوك على الطاعة فحبسوك عن المعصية. فما فيش حد بيزور صالح ويقعد يعمل معصية فترة الزيارة، لكن أول ما بيخلص الزيارة بيطلع من عند الصالح يروح على النادي بقى، واخد بالك ازاي؟ يتنطط. لكن طول ما مع الصالح ما يروحش حتة تانية. فهمت ازاي؟ يا الله. يبقى زيارة الصالحين والمكث معهم تعصمك من الوقوع في الزلل. فهمت ازاي؟ دي نقطة مهمة، دي أول بركة على فكرة. ده بعد كده في بركات تانية، ممكن يدعي لك، ممكن ينصحك، ممكن يحل لك مشكلة علمية في ذهنك، ممكن يزيل لك شبهة، مش كده برضو؟ وممكن كمان يقدم لك طعام تاكله، واخد بالك؟ يعني فوائد من جميع الجهات، واخد بالك ازاي؟ يعني طعام روحاني وطعام جسماني. الله الله الله. وصحبتهم أي المصاحبة معهم، ومحبتهم أي تعاطي ما يوصل إليها، والمصادر مضافة لمفعولها. المصادر صحبتهم ومحبتهم، دي كلها مصادر، محبة وصحبة دي كلها مصادر. والمصادر مضافة لمفعولها، الفاعل محذوف. وطلب زيارتهم ودعائهم مصدران مضافان لفاعلهما، واستحباب طلبي لزيارتهم أن له لتعود بركتهم على منزله ومن به، وطلبه لدعائهم له لأنه أقرب إلى الإجابة وأرجى إلى الحصول. وزيارة معطوف على زيارة المضاف إليه الباب، أي وزيارته المواضع الفاضلة وفضلها بكونها مساجد أو بكونها مأثورات عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة أو عن متعبدات الأولياء الصالحين. فالمكان بالمكين، يبقى المكان يشرف إيه؟ بالساكن، يعني بالساكن فيه اللي هو المكين. وقال تعالى: وإذ قال موسى لفتاه، أي واذكر إذ قال موسى لفتاه يوشع ابن نون ابن أفراثيم ابن يوسف عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يخدمه ويتبعه ولذا سمي فتاه. وقيل لعبده، ويوشع ده هو اللي بقى نبي بعد سيدنا موسى، يبقى خدمة الأنبياء ترقي. كان مع سيدنا موسى خادم له في فترة حياته، فلما مات سيدنا موسى نبئ يوشع فصار نبيا.
واجعلني للمتقين إماما. سيدنا مجاهد بن جبر قال إيه في الآية؟ أي كن مأموما بالأئمة تصير إماما بعد وفاته. الله، فهمت إزاي؟ علشان تبقى إمام تعمل إيه؟ امشي ورا الأئمة، الإمام يجي يموت تتقدم أنت تكمل. فهمت بقى إزاي؟ قال معناها واجعلني للمتقين إماما، يعني إيه؟ يعني تم بالأئمة تصير إماما. لا أبرح، لا أزال أسير، فحذف الخبر لدلالة حالي واستفر عليه حتى أبلغ مجمع البحرين، من حيث أنها تستدعي ذا غاية عليه. ويجوز يعني إيه؟ حتى دي للغاية يعني. ويجوز أن يكون لا أبرح بمعنى لا أزول عما أنا عليه من السير والطلب ولا أفارقه، فلا تستدعي خبرا. وكلمة لا أبرح دي تدل على عزم سيدنا موسى الأكيد، مش راجع بيتي ولا هروح النهار، هل هقعد كده ولا اقعد سنين لحد ما أقابله. قوة العزم ملهمة، فهمت إزاي؟ ومجمع البحرين ملتقى بحر فارس وبحر الروم مما يلي المشرق، وعد لقاء ووعد لقاء الخضر فيه، وعد من الله أن يلقى الخضر فيه، وعد لقاء الخضر فيه. وقيل البحران هو موسى وخضر، فإن موسى كان بحر علم الظاهر وخضر كان بحر علم الباطن. وقرئ مجمع بكسر الميم الثانية على الشذوذ من يفعل كالمشرق والمغرب. مجمع من أجمع يجمع، مثل إيه؟ أفعل يفعل، من يفعل كالمشرق والمطلع، جاية من أشرق مشرق، ومطلع من أطلع مطلع، وهكذا. بس دي قراءة شاذة، قرئ مجمع البحرين، دي قراءة شاذة يعني غير متواترة. أو أمضي حقبة، أي أسير زمنا طويلا، والمعنى حتى يقع إما بلوغ المجمع أو مضي الحقب وهو الدهر، وقيل 80 سنة، وقيل 70 سنة، اللي هو إيه الحقب اللي إيه اختلف فيه، هل الحقب والدهر والقرن 100 سنة ولا 80 سنة ولا 40 سنة؟ يعني قيل 80، وده إيه أغلبها، وفي العصر الحديث اعتبرنا 100. وقيل 80 سنة وقيل 70 سنة. وكان الخضر في أيام أفرندون. أفرندون ده ملك من ملوك الفرس، قيل أنه كان إيه هو ذو القرنين، هو ذو القرنين، قيل ذلك وقيل غير ذلك يعني. أفرندون، وكان على مقدمة ذي القرنين الأكبر، وبقي إلى أيام موسى. فلما، بس الكلام ده ايه؟ ده كلام ايه؟ اساطير الاولين، مش مؤكد، تبقى لازم تميز، ده كلام اسمه اساطير الاولين، مش متاكدين منه، فهمت بقى؟ فلما بلغ مجمع بينهما، اي مجمع البحرين، وبينهما ظرف، واضيف اليه على الاتساع ومعنى الوصل، نسيا حوتهما، اي نسي موسى ان يطلب حاله ويتعرف ويوشع أن يذكر ما رأى من حياته ووقوعه في البحر. يعني معاهم إيه؟ حوت. نسيا حوتهما. أمال أنا قلت إيه؟ أنت صغير بتنام، أو أنا بنام، أو إحنا كلنا نايمين وبنتكلم وإحنا نايمين. الله أعلم مين المتيقظ فينا. نسيا حوتهما، أصل الحوت ده كان عبارة عن سمكة معاهم، قيل مشوية وقيل سمكة إيه مملحة يعني وسيخة يعني ميتة. ربنا قال له العلامة أن السمكة مع علامة لقائه يدب فيها الحياة وتتحرك وهي ميتة، فكان سيدنا موسى كل فترة يقول له إيه أخبار الحوت، اتحرك ولا لسه؟ فسيدنا موسى نسي يسأل، وبعدين الحوت اتحرك ونط في البحر، وسيدنا يوشع شاف المنظر ده ونسي يذكر سيدنا موسى، فضلوا ماشيين فسابوا المكان اللي عايزين ايه يا هما الاثنين نسيوا.
ناسي أو سيدنا يوشع يخبر سيدنا موسى عن حال الحوت إن دبت في الحياة في البقعة دي ونط في البحر ومش كده بس، ولما نط في البحر ومشي عمل سرداب في المية، يعني بقت المية فيها تجويف كده مش اتغطى، يعني تروح تشوف ايه ثقب في المية كده مكان ما دخل الحوت. واتخذ سبيله في البحر ايه سرب، يعني نفقة، في حين انك انت المية ما ينفعش تبقى فيها نفق، لان اي حاجة تنزل في المية المية بتغطي على طول. فدي كلها ايه يعني حاجات خارقة للعادة كلها، ان تدب الحياة في سمكة ميتة وانها تخترق الماء فالماء لا يسترق ويترك ايه سرب فيها، علشان سيدنا موسى يرجع يشوف السرب ده يعرف هو ده الموضع. فهمت بقى؟ نسي حوتهما اي نسي موسى ان يطلب حاله ويتعرفه، ويوشع ان يذكر ما راى من حياته ووقوعه في البحر، وكان ذلك العلامه من الله تعالى لموسى على مكان الخضر. وكان الحوت مشويا، ما اعرفش جابها منين مشويا دي، ما صحيح المشوي ده يحمض لكن المفسخ ما يحمضش وينت، لكن ايه على اي حال مشويا ما يجرش، هو خلاها مشوي. وكان الحوت مشويا فوثب في، يعني ميت، يعني ميت ومطبوخ حاجه غريبه، فوثب في ذلك المكان في البحر معجزه لموسى او للخضر او للاثنين. فاتخذ سبيله في البحر سربا، يعني ايه نفقا، فعمل ايه نفق فيه. فاتخذ الحوت طريقه في البحر مسلكا وسربا مفعول ثاني، وفي البحر حال منه او من السبيل، ويجوز تعلقه باتخذ. فلما جاوز مجمع البحرين، لما جاوزوا المكان ده بقى ومشوا كتير تعبوا، يبقى ما تعبوش الا لما ايه لما تركوا المعاد العلامه بتاعت ربهم. طول ما هم كانوا ماشيين مستنيين علامة ربهم كانوا ماشيين بربهم، فلا جاعوا ولا تعبوا. أول ما فاتتهم العلامة جاعوا وتعبوا. فاهم؟ قال إيه نصبة، نصبة يعني إيه تعبنا وعايزين ناكل بقى. فلما جاوز مجمع البحرين وقال لفتاه آتنا غداءنا، أي ما نتغدى به، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبة. هيتغدوا مش بالحوت ده، الحوت ده علامة، ده عندهم اكل تاني، سندوتشات تانية. فلما قال لفتاه اتنا غدا انا اي من اتغدى به، لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. قيل لم ينصب حتى جاوز الموعد، فلما جاوزه وسال الليله والغد الى الظهر، وسال هي ولا ساره؟ ساره، انا عندي ساله ما اعرفش اللي كاتبها لي كده، هي ساره مش كده؟ طيب نصلحها، انا ما رضيتش اصلحها لحد ما اسالكم. وسار الليل والغد الى الظهر، القي عليه الجوع والنصب. وقيل لم يعي موسى في سفر غيره، في سفر غيره، يعني سيدنا موسى سافر كتير بيقول لك ما تعبش الا في السفره دي. ولم يعي موسى، ولم يعي موسى يعني لم يتعب من الاعياء يعني، في سفر غيره. ويؤيد التقييد باسم الإشارة، هذا قيده، لقد لقينا في سفرنا هذا، يعني سفرتنا اللي قبل كده ما كناش بنتعب فيه. قال أرأيت إذ أوينا، أي أرأيت ما دهاني إذ أوينا إلى الصخرة، يعني التي وعد عندها موسى بلقاء الخضر، فإني نسيت الحوت أي فقدته، أو نسيت ذكره بما رأيت منه، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، أي وما أنساني ذكره إلا الشيطان، فأن أذكره بدل من مفعول أنساني، وهو اعتذار عن نسياني لشغل الشيطان له بوسواسي. والحال وإن كانت عجيبة لا ينسى مثلها، لكنه لما جرت بمشاهدة أمثالها عن موسى وألفها قل اهتمامه بها. أصل سيدنا موسى كان معجزات كتيرة، فمن كتر ما شوفوها بقت حاجة عادية عندهم ما بتلفتش انتباه. فهمت بقى؟ معجزاته كانت كتيرة سيدنا موسى. ولعله نسي ذلك الاستغراق في الاستقبال وانجذاب شراشره إلى جانب القدس. شراشر يعني همه ومقصده. وإيه؟ أصل شراشر الإنسان جسمه كله، وقيل شراشره يعني همه، وقيل اندفاعه، ومنها شر
شرشر الماء يعني تقاطر الماء، وشرشر الدم يعني تقاطر الدم، ومنها الحنفية بتشر يعني بتنقط بلغة المصريين. فهمت بقى؟ يبقى شرشره، وفي شرشر نط كان للبط، واخد بقى؟ كان في ايه زمان في القراءة المدرسية كان في ايه حاجة اسمها شرشر نط كان للبط، واحنا صغيرين في اولى ابتدائي. انتوا خدتوا العدل والسعاد ولا شرشر نط؟ احنا بتوع شرشر. السنة اللي بعدها على طول غيروا، خلوه عادل وسعاد في الحديقة، عادل وسعاد مش وإيه ولا غشف، يعني أنت ما تشرشرتش، إحنا تشرشرنا وأنت ساعدت بعادل وسعاد. إحنا خلينا هنا عليها. اللي يعرف المقررات دي اللي عاش في مصر في وزارة التربية والتعليم أعانها الله على ما أقامها فيه بعدما فشلت إيه عشرات السنين، ربنا يعينها من فشلها يا الله. فعلى شكرا وانجذاب شراشره الى جانب القدس، يعني كل تقاطر همته في اتجاه ايه، لانهم ماشيين بقى ايه في اتجاه القدس، كل شوية بقى ايه سيدنا يوشع يقول ايه يا رب المشوار يكمل عشان نكمل للقدس. انت ازاي مش عايز بقى ايه يخلص المشوار، فكل انجذابه عايز يروح القدس. ربنا يرزقنا صلاة في المسجد الاقصى بما عراه من مشاهدة الآيات البائرة، وإنما نسبه إلى الشيطان هضما لنفسه، أو لأن عدم احتمال القوة للجانبين واشتغالهما بأحدهما عن الأخرى يعد من النقصان. واتخذ سبيله في البحر عجبا، سبيلا عجبا، وهو كونه كالسرب أو اتخاذ عجبا، والمفعول الثاني والظرف، وقيل هو مصدر فعله المضمر يعني فعله عجبا، أي قال في آخر كلامي أو موسى في جوابي عجبا تعجبا من تلك الحال، وقيل الفعل لموسى أي واتخذ موسى سبيل الحوت في البحر عجبا. قال ذلك أي أمر الحوت ما كنا نبغي، هي دي العلامة اللي احنا كنا عايزين، هذا ما كنا نبغي، يعني كنا منتظرين العلامة دي. ارجع بقى وريني ايه مكان ما الحوت فط منك في المية عشان هو المكان ده هو المكان. فرجعوا تاني لحد ايه ما وصلوا للمكان. قال ذلك أي أمر الحوت ما كنا نطلب، لأنه أمرت المطلوب. قال البكري وحذف الياء على التشبيه، على التشبيه بالفواصل، وسهل ذلك أن الباء لا تضم ها هنا وقرئ بإثباتها وهو الجيد. ذلك ما كنا نبغي، في قراءة كده نبغي بإثباتها. فارتد فرجع على آثارهما في الطريق التي ذهب منها، قصصا يقصان قصصا أي يتبعان آثارهم اتباعا أو مقتصين حتى أتي الصخرة، فوجد عبدا من عبادنا، الجمهور أنه الخضر واسمه بليا بن ملكان، وقيل اليسع وقيل إلياس، آتيناه بالمد أعطيناه رحمة هي الوحي والنبوة، لأنه هو نبي على الراجح. سيدنا الخضر ايه اختلف في نبوته، هل هو نبي ولا عبد صالح؟ الراجح انه نبي. رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، وفي قراءة من لدنا علما، مما يختص بنا ولا يعلم الا بتوفيقنا وعلم الغيب. قال له موسى هل اتبعك؟ ففي هذا دليل لزيارة اهل الخير في اماكنهم ومصاحبتهم ومجالستهم والتواضع معهم. قال السيوطي في الإكليل في أحكام التنزيل في الآية أنه لا بأس بالاستخدام واتخاذ الرفيق والخادم في السفر، واستحباب الرحلة في طلب العلم، واستزادة العالم من العلم، وتواضع المتعلم لمن يتعلم منه ولو كان دونه في المرتبة. انتهى ملخصا. وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، تقدم الكلام علي في باب فضل ضعفة المسلمين. وعن أنس رضي الله عنه قال قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد ظرف القول بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن، هي بفتح الهمزة والميم وسكون التحتية بينهما، التحتية بينهما يعني بين الألف والميم، مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خادمة النبي رضي الله عنها، صارت إليه بالإرث من أبيه قاله بعض، وقال القرطبي كانت لأمه آمنة فورثها عنها،
ونقلها الدميري عن أبي عن أبي ابن شيخ ولا عن أبي ابن شيخ، وقال في الديباجة عتقها عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقال الواقدي كانت لعبد المطلب وصارت للنبي صلى الله عليه وسلم ميراثا، أي بأن وهبها لابني عبد الله ثم ورثها النبي. إذ من البين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرث عبد المطلب لوجود أولاده. وفي فتح الباري في أواخر كتاب الهبة قال ابن شهاب كان من شأن أم أيمن أنها كانت وصيفة لعبد الله ابن عبد المطلب وكانت من الحبشة، فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه كانت أم أيمن تحضنه حتى كبر، فأعتقها صلى الله عليه وسلم ثم أنكحها زيد بن حارثة، وتوفيت بعده صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر، واسمها بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصين ابن مالك ابن سلمة بن عمرو بن النعمان رضي الله عنه، وهي أم أيمن غلبت عليها كنيتها كنيت بابنها أيمن ابن عبيد، وهي أم أسامة بن زيد تزوجها زيد بن حارثة بعد عبيد الحبشي فولدت له أسامة، يقال لها مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وتعرف بأم الظباء، وشربت هي وأم أيمن بركة. يبقى إيه أم أيمن؟ وأم أيمن الثانية بركة مولاة أم حبيبة، يبقى أم حبيبة مش أم سلمة، أم حبيبة مولاة أم حبيبة جاءت بها من أرض الحبشة بوله صلى الله عليه وسلم، شربوا بول النبي هما الاثنين دون أن يقصدوا يعني، لأن النبي كان عنده إناء كده من خشب، خشب الغاب يعني إيه يبول فيه ليلا، فإذا جاء النهار سكبه لأنه كانش فيه دورة مياه، فكان إذا قام بالليل أراد أن يبول فعنده إناء كده يبول فيه. فهم أيمين بالليل في الضلمة كل واحدة في يومين مختلفين عايزين يشربوا عطشانين، فبتحسس كده لقيت الإيه الإناء ده فراحت شرباه، فصحي النبي صلى الله عليه وسلم في جاء النهار بيدور على الإناء عشان يسكبه فجده خاليا ليس فيه شيء. قال من سكبه؟ قالت شربته يا رسول الله. وبعدين تكرر بقى مع أم أيمن التانية كمان نفس الحادثة تكرر معه. وهذا يدل أيضا على أن بول النبي طاهر، لم يقل لأن النبي لا يجيز تناول النجس، فهمت إزاي؟ فدل على أن ما يخرج من النبي وكل نبي طاهر، واخد بالك يا وهابي؟ لأن الوهابية يعترضوا على كل ذلك. ليه؟ لأن بيعتقدوا أن الأنبياء بشر معتاد، وبالتالي بقولهم زي بقول كل إيه؟ بقى إذا كان بقول الإبل لما مالك قال علي طاهر بقول الإبل، وانت مش عايز وهاب تصدق ان بول الانبياء طاهر وتصدق ان بول الابل طاهر، الله تلك اذا قسمه ضيزه، حاجه غريبه والله. لا الوهابيه دول غريبه، عملوا لنا خراج في دماغهم، غباوه كبيره حمير. قال السهيلي أم أيمن بركة المذكورة أي في الترجمة هي التي هاجرت في حر شديد من مكة إلى المدينة وليس معها أحد، فبين هي كذلك استمعت حفيفا فوق رأسها فالتفتت فإذا دلو أدلي لها من السماء فشربت منها فلم تظمأ بعدها أبدا، وكانت تتعمد الصوم في خيار القيز لتعطش فلا تعطش. يعني من ضمن كرامتها ان في اثناء الهجره كادت تموت ايه من العطش، هجرت لوحدها من مكه للمدينه، فلما اللي يعطش في الصحراء على فكره يموت، ما فيهاش دلع يعني، ما فيهاش دلع خالص، اي حد يعطش في صحراء ومعهوش ميه هيموت، انتهينا، شمس قاسيه وعرق وانتهينا. فلما ابتدت بقى ايه هتقع على الارض من العطش بصت فوقيها لقى ربنا مدلدل لها دلو فيه ماء فشربت منه، ومن ساعتها ما كانتش تشرب العطش. كرامات لهم رضي الله عنهم ونفعنا الله بهم. قال ايه؟ انطلق بنا الى ام ايمن رضي الله عنها نزورها، جمله مستانفه، وكما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها كرامه لها.
وكان يقول أم أيمن أمي، وكان صلى الله عليه وسلم يكرمها ويبرها مبرة الأم ويكثر زيارتها، وكاد عندها كالولد، ولذا تصخب عليه، يعني ساعات تعلي صوتها أي ترفع صوتها عليه، وتذمر أي تغضب وتضجر فعل الوالدة بولده. قال القرطبي، وقال المصنف في هذه الجملة زيارة الصالحين وفضلها، وزيارة الصالح لمن هو دونه، وزيارة الإنسان لمن كان صديقه يزوره ولأهل ود صديقه، وزيارة جماعة من الرجال للمرأة، واستصحاب العالم الكبير في العيادة، والزيارة انتهى. فلما انتهينا انتهي إليها بكت تذكرا لعهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وزيارتها برؤيتها لكثرة ملازمتها له وعدم مفارقتها له في الغالب. فقال لها ما يبكيك؟ أما استفهام تقريري، تعلمين أن ما أي الذي عند الله مما أعد لنبيه مما لا تستطيع العبارة الإعراب عن أدناه فضلا عن أقصاه خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وللآخرة خير لك من الأولى. قالت إني لا أبكي أني أي لأني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا أبكي لجهلي بأخيرية ما عند الله له، وأنا أعلم ذلك كما جاء عنها عند ابن ماجة قالت إني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكن استدراك لما قد يتوهم من انتفاء مقتضى البكاء عند علمها بشرف مقامه المنتقل إليه بأن للبكاء سببا آخر هو قولها أبكي أن أي لأن الوحي قد انقطع من السماء، أي لانقطاع الوحي من السماء عن يعني الأرض بموته صلى الله عليه وسلم، فأن بفتح الهمزة على إدمار حرف التعليل كما ضبطه القرطبي. قال وانقطاع الوحي سبب اختلاف مذاهب الناس ووقوع التنازع والفتن وحصول المصائب والمحن، ولذا نجم بعض النفاق وفشل الارتداد والشقاق، ولولا أن الله تعالى تدارك الدين بثانية اثنين لما بقي منه أثر ولا عين انتهى. ده كلام القرطبي. فهيجتهما على البكاء أي أثارتهما عليه بذكرها ما يدعو إليه، فجعل من أفعال الشروع أي فشرع يبكيان معها. قال المصنف فيه البكاء حزنا على فراق الصالحين والأصحاب وإن كانوا قد انتقلوا إلى أفضل مما كانوا عليه. رواه مسلم في باب فضل أم أيمن، ورواه ابن ماجة، ومن العجيب قول الترمذي في الديباجة انفرد به المصنف وهو صحيح، حديث صحيح رجال وحفاظ ثقات مخرج لهم في الصحيحين أو في أحدهما انتهى. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.